I may be Irish, but I'm not stupid. I married Dominic Giacoppa's daughter. أخطاء في أسماء الرؤساء، أخطاء في البلاد، وتلويح بالحرب عن طريق الخطأ. فمرة بوتين يغزو روسيا، ومرة أخرى بوتين يحاصر كييف بالدبابات، لكنه لن يحصل على قلوب الإيرانيين. تارة ينسى أنه زوج السيدة الأولى، وتارة ينسى اسم وزير دفاعه، فضلا عن مرات كثيرة شهد فيها يسقط أرضا أثناء سيره أو ركوبه للدراجات. زلات وسقطات وهفوات كثيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن ذي 79 عاما، الذي ينسى ويظن أحيانا أن عمره 58 عاما. أمور دفعت البيت الأبيض الذي قد يشعر بالإحراج من تصرفاته وتصريحاته للتدخل ومحاولة حفظ هيبة منصب الرجل الأقوى على وجه الأرض. لكن حتى كل هذه المحاولات أبى بايدن أن تكلل بالنجاح، حيث التقط مصورو البيت الأبيض صورة سريعة لبايدن وهو متشبث بورقة تعليمات عندما أمسكها بشكل خاطئ ليتضح كل المكتوب فيها. كيف تدخل المكتب البيضاوي؟ كيف تلقي التحية؟ وماذا تقول للحضور؟ نحن في عام 2022 ولسنا في 1947. أنت رئيس الولايات المتحدة، اطمئن، باراك أوباما ما زال حيا، لكنك هنا لأنك فزت بالانتخابات. كل هذه تعليمات جاءت في ورقة بايدن التي احتوت حتى على تذكير باسمه واسم زوجته وعمره الحقيقي. نيويورك بوست كشفت أن طاقم بايدن بات يعد له كلماته بعناية ويحثه على اقتصارها على دقيقتين، ورغم ذلك فإنه يستمر في السقوط في فخ الزلات. لرؤساء الولايات المتحدة تاريخ طويل مع السقطات المحرجة، فهو موقف قد يتعرض له أي إنسان عادي، لكن يبدو أن جو بايدن الرئيس الأكبر سنا في تاريخ أمريكا ضرب رقما قياسيا في هذا الأمر.